تعالى بقى نبتدي بعد اذن حضرتك بطبيعه الحال بكلامنا يعني عن ماتش السوبر والاوضاع اللي اتغيرت، وهل مثلا كولر والجهاز الفني مضطر ان هو يعيد ترتيب اوراقه او يعيد حساباته نظرا لتغير المنافس في هذا اللقاء المرتقب؟ لا، هو الهدف واحد، سواء كان نادي بيراميدز او نادي الزمالك كان الهدف الكاس. صحيح. يبقى الهدف ما كانش مش هيتغير، لكن اللي هيتغير الفرقه اللي قدامك، اسلوب لعبها، طريقه لعبها، الضغوط النفسيه. هل الضغوط اللي هتكون على لعيبه الاهلي لما هيكون لاعب الزمالك هي نفس الضغوط انه هيلعب بيراميدز؟ هتبقى مختلفه. موجوده هنا ضغوط وهنا ضغوط، وهنا لها يعني حيثياتها. فمثل بيراميدز دلوقتي بقت جديده، فاصبح ضغوط تانية ان بيراميدز خسرت من الكاس في النهائي، فجايه دلوقتي هي بطموحات تانية وبفكر تاني. انت لما كنت هتلعب الزمالك ما كانش خسران معاك، هو كان بيلعب معاك البطوله وهي نفس البطوله، فهتلاقي الافكار والضغوط العصبيه على اللعيبه تختلف من ماتش بيراميدز عن مباراة الزمالك. والزمالك دايما يعني أنا مش بصحح معلومة، بحب أقول معلومة لنا كلنا. هو الزمالك لم ينسحب، الزمالك اعتذر لأن المباراة لم تبدأ. عادة نقول الانسحابات لما يكون المباراة بدأت ولعبت فيها شوية وخرجت. هو ده اصلا وارد يا كابتن فتحي؟ يبقى ده انسحاب. لا، مش شرط. لا يعني نختلف في التفسير. يعني انا بقول يعني عاوزين نخففها شويه. نخففها؟ طب عشان خاطرك. يعني عاوزين نخففها. عشان خاطرك بس والله. لا نخففها. لكن هو ما كانش افضل شيء على كل حال. لا طبعا يعني. لا، ما هو الاعتذار. لا، بنتكلم على المسمى بس. المسمى يعني لكن يعني. الاعتذار التوقيت غير مناسب. يعني توقيت الاعتذار غير مناسب، خصوصا ان دي بيعتبروا السوبر ده يعني ايه السوبر؟ حاجه متميزه طبعا. يعني ده فرح، وعاده السوبر ده بيتلعب في بدايه كل موسم. وده الموسم اللي قبل اللي فات، يعني ده حاجه قديمه. يعني احنا مش السوبر الجديد. ده السوبر القديم. وبيفتتحوا بيه الموسم عاده، انهم يلعبوا مباراه السوبر، يلعبوا افتتاح، والناس بتبقى جايه وفرحانه، بطل الدوري مع بطل الكاس مع، يعني الحاجات دي بتبقى يعني لها يعني وضع تاني غير مباراة تنافسية. صحيح. هي اتقلبت بقت مباراة يعني فيها شد وجذب، ومين يلعب ومين ما يلعبش. وبعدين أنا يعني مش عايز أقول ده لعب لأنه موقوف وده لعب لأنه ما كانش موقوف. أنا بلاعب نادي بغض النظر هل اللاعب ده مسجل عنده ولا لأ، رضي إنه يلبس فانيلته الحمراء ولا لأ.